تقول في أول أسئلتها: فتاة في الامتحانات تذاكر، وأتاها وقت صلاة العشاء لكنها لم تصلي، وبقيت تذاكر وهي تعلم بخروج الوقت حتى أتت الساعة الثانية من آخر الليل، وبعدما انتهت من المذاكرة قبيل الفجر صلت العشاء، فما الحكم وبماذا توجهوننا؟ فهي نادمة جدا على ذلك. هذه أخطأت خطأ كبيرا، لأنها أخرجت الصلاة عن وقتها المختار بغير عذر، ووقت العشاء المختار إلى منتصف الليل، وما بعده وقت ضرورة، فهي أخرت إلى وقت الضرورة من غير عذر، تأتم بذلك، صلاتها صحيحة لكن مع الإثم، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. نعم.